عالم الملائكة، عالم مليان بحاجات غامضة كتير جدا ما نعرفش عنها حاجة، لكن على مدار الكتاب المقدس في ومضات كده بتتكلم عن العلاقة بين الملائكة وبين البشر. في البرنامج ده مذكراتي مع البشر، تخيلنا ان الملائكة كتبوا قصص عن علاقتهم مع البشر. تعالوا نشوف كتبوا فيها ايه ونشوف احداث كل حكاية فيها. في يوم من الايام بعتني القدير في مهمة وإرسالية للأرض، والمهمة والإرسالية اللي في الأرض ديت كنت شايفها في منظورها الخارجي سهلة. أنا ببساطة هروح أكلم زعيم ديني، قائد ديني، هكلم رئيس كهنة وأقول له يا عم الكاهن، الطلبة اللي أنت بتطلبها طول الوقت وعمال تتضرع عشانها لربنا هتتحقق، والطلبة تبان صعبة إنه يجيب ابن وهو كبير في السن هو ومراته، بس الحقيقة تاريخ عبادته بيقول إن ده ينفع، لأن كل الآباء اللي عنده واللي بيعلم عنهم بيقولوا إن ده ينفع وإن ده حصل. معلش نسيت أعرفكم بنفسي، أنا جبرائيل المتحدث الرسمي باسم السماء، المبعوث الرئيسي لكل الأخبار الضخمة والمهمة عشان الأرض. ولما روحت عشان أكلمه الشخص الكاهن ده كان اسمه زكريا، روحت أقول له يا زكريا أنت هيجيلك ابن. الحقيقة أنا اتصدمت من رد الفعل بتاع الكاهن الكبير المرموق دوت. رد فعله كان غريب، أنا وقفت قدامه عمال أقول هو مش ده اللي بيقوله؟ مش ده اللي بيوعظه؟ مش ده اللي تاريخ عبادته بيقوله في يعقوب وإبراهيم وإسحاق وحنة النبية وأم شمشون؟ كل دول على مدار التاريخ ما كانش عندهم أبناء وصلوا وطلبوا وجالهم أبناء. الغريب أنه هو كان مستغرب الموقف، مستغرب الحدث. اليوم ده كان بالنسبة لي اختبار جديد مع البشر، اكتشفت اكتشاف جديد مع البشر، لكن اكتشفت أنه مش بالقامة، مش بالمنصب، مش بالمكانة. ناس كتيرة بيتكلموا وبيقولوا وبيوعظوا عن شكل حياة، لكن حياتهم أبعد ما يكون عن الحياة دي، وعند المحكات العملية ما بيقدروش يعيشوا اللي بيوعظوه. اختبار كان بالنسبة لي مبهر عن البشر، انه مش بالدور ولا بالمكانة، لكن بالحياة الحقيقية العملية كل يوم.